من العريش ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد عثمان. أهلا بك معنا أحمد. يعني السؤال الذي يجي على بالي صراحة أول ما عرفت أنك متواجد معنا من العريش، إذا كان المعبر رفح يعمل من الجانب المصري، لماذا لم تتمكن من الوصول إليه؟ إلى حتى الآن هناك لأسباب أمنية، الآن هي هذه الأمور خاضعة لشروط التي يتم فرضها، أن أكثر مكان آمن يتم السماح له للصحفيين والإعلاميين. والآن حدث قبل ذلك بأنه في أيام يسمح لنا بالتصوير من معبر رفح، في أيام أخرى يسمح لنا بالتصوير من العريش. الآن يسمح لنا بالتصوير من العريش، من آخر نقطة من العريش، النقطة الأبرز والأكبر فيما يتعلق بتلقي المساعدات من سواء ما يتم تحضيرها من مصر أو ما يتم إرسالها من الخارج عبر مطار العريش. وبالتالي في هذا المكان يتم الانطلاق من المساعدات التي كانت تذهب إلى معبر رفح عن الطريق المباشر، 50 كيلومتر تفصل ما بين العريش ورفح، ومن معبر رفح وأحيانا من العريش بشكل مباشر يتم توجيه الكثير من الشحنات إلى معبر كرم أبو سلم الذي كان في الماضي هو المحطة التي يتم فيها تفتيش هذه البضائع قبل أن تعود إلى معبر رفح لتدخل من هناك بشكل مباشر ليتم تسليمها إلى الجانب الفلسطيني أو إلى الأونروا. الآن على ضوء التطورات الأخيرة قد يتم دخولها مرة أخرى من معبر كرم أبو سالم مباشرة إلى قطاع غزة، حيث أن معبر رفح مغلق من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني على ضوء الأحداث التي رأيناها خلال الأيام والساعات الماضية من احتلال القوات الإسرائيلية للجانب الفلسطيني وسيطرتها الكاملة على معبر رفح الفلسطيني حتى الآن. وربما يبقى هذا هو السؤال الذي يدور هنا في العريش، سواء على مستوى السكان، على مستوى المنظمات الإغاثية وغيرها، ما هو مستقبل العمل في معبر رفح من الجانب الفلسطيني خلال الأيام المقبلة؟ يعني إذا كان سيكون هناك علاج حتى الآن فيما يتعلق بجانب الشاحنات، يعني إذا كان كما طري من خلفي هناك العديد من الشاحنات التي تصطف في مدينة العريش، يعني مئات أو ربما الآلاف من شاحنات التي تحمل أطنانا من مواد غذائية وإغاثية وطبية في انتظار أن تصل إلى معبر رفح ومنه إلى قطاع غزة، وهو ما يطلق عليه بأنها نقطة في بحر. السؤال الأبرز الآن بعيدا حتى عن المواد الإغاثية والطبية وشبح المجاعة، الحديث الآن يدور ماذا عن الأمور الأخرى التي كانت مخصصة في معبر رفح، وهي فكرة الذين المسافرين الذين يأتون المرضى والجرحى. كل هذه الأمور من النازحين، كثير من الفلسطينيين الذين كانوا هنا في رحلات علاج ويتساءلون كيف سيعودون مرة أخرى على ضوء كل هذه التطورات. يبدو بأن هناك تساؤلات كثيرة وغموض حول مستقبل العمل في معبر رفح خلال الأيام المقبلة. طيب، سواء أنت لم تتمكن من الوصول إلى رفح من الجانب المصري، ولكن إسرائيل تقول بأنها ستوسع عملياتها في رفح، هل هناك أي احتياطات أمنية مثلا تتم في العريش البعيد التي تبعد تقريبا ما يقارب 50 كيلومترا للوصول إلى المعبر؟ في أي تغيرات عسكرية، استعدادات أمنية، السكان؟ إطلاقا العريش يعني كما يعني رأيتها منذ بداية هذه الحرب مدينة حية للغاية، كما ترين من خلفي يعني هناك حركة في يعني طبيعية للغاية، بشر وطلبة وكلهم يتحركون الأمور الإغاثية. حتى فيما يتعلق بالشريط الحدودي هناك تأمينات المصرية المعتادة، بالتأكيد يعني هناك يعني استنفار عسكري بدأ منذ ربما يعني الأيام الأولى منذ 7 أكتوبر، وهناك يعني ترقب لكل ما يحدث على الشريط الحدودي المصري، ولكن بشكل العام المشهد معتاد للغاية في مدينة العريش. كما ترين من خلفي هناك حركة مرور طبيعية للغاية، طلبة في المدارس، تدفق للمساعدات كما كانت منذ 7 أكتوبر، نفس حركة التدفق التي كانت تأتي سواء من خلال طائرات التي تأتي إلى مطار العريش أو النسبة الأكبر التي يتم تجهيزها من الداخل المصري تحت مظلة ما يعرف بالتحالف الوطني والذي يوفر كميات كبيرة من هذه المواد. شكرا من العريش مراسل الحدث أحمد عثمان.